من السوق المركزي في المدينة المنورة سوق الكهرباء. طبعا اليوم افتتاح مؤسسة الضويمر للكهرباء، هذه المؤسسة العريقة اللي تأسست عام 1989، طبعا لها باع كبير في الكهرباء والسباكة والعديد والعديد، وإن شاء الله راح نصور لكم التغطية. اليوم راح يكون الافتتاح والله يبارك لهم، ما شاء الله تبارك الله. طبعا كان فرعهم في خط العيون، بداية خط العيون خلف واحة الشفاء، المحل ما شاء الله له زباين ومعروفين، لكن الآن في السوق المركزي في المدينة المنورة، هذا السوق الجميل الجديد، وراح اليوم يكون افتتاح مركز مؤسسة الضويمر للكهرباء. خلوكم معنا مناسبة افتتاح مؤسسة الضويمر، نقول لهم ألف ألف مبروك. جلسة كذا انا وابو حيدر. من ابو حيدر؟ خلص انا الحين مسكته سحبته على جنب وقلت له خلص. وشيء ثاني شغلهم الله الله الرزاق الكريم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل، وأحرى سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد القائل: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، يشنف بها مسامعنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يحفظ بن محمود الشنقيطي إمام وخطيب جامع الخندق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنب ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ونسأل الله دوام النعم، النعم التي في نحن فيها في هذه البلاد المباركة لا تعد ولا تحصى، ذات المعاني العظيمة، حيث أن الله قال في كتابه الكريم: تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
وقال فذكر بالقرآن وذكر بالقرآن من يخاف الوعيد. لا شك أن الذي يخاف الوعيد ويؤمن بالوعد والوعيد هو المؤمن. أذكرهم واسمعوا كلام الله وانتبهوا للمعاني العظيمة. الرحيم والعصر أقسم قسم والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان لهذا الوقت خسارة. لكن الله استثنى فئة وهي فئة المؤمنين. إلا الذين آمنوا انتبهوا آمنوا فقط لا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والذي يوصيكم به ونفسي حديث رسول الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى خالق الناس بخلق حسن. ووصية الإخوة العاملين في هذا المجال الصدق الصدق وبيان الحق. وإياكم الغش والظلم للعباد وأكل أموال الناس الباطل بالحيل، لأن الله نهانا عن ذلك بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الكذب والتدليس وإظهار السلعة على أنها سلعة جيدة وأنها من أحسن الأصناف ثم تبيعها على المسلم وتأكل أموالا باطلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم درهم قليل خير من قنطار كثير. والذي يريد منكم البركة خاصة الصنايعية انتبه، لا تفرح أنك غشيت هذا المسلم وأقلت ماله ولا حتى كافر. الإسلام ما يبيح لنا حتى مال المعاهد والكافر ما نغش ونبيع. وإذا بينا العيوب وصدقنا مع الله أبشروا ببركة. فأخوتي الصناعية والكهربائية لا تحتال في أكل أموال الناس ولا تفرح، لأن الله يمحق بركة. وخاصة قضية الحلف احذروا الحلف. قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وينصر الإسلام والمسلمين ويعز من أعز هذا الدين ويخدم من خدم الإسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاء لشركائنا شركاء النجاة. كلمة للمهندس عيان القاسم مدير فرع شركة الفنار، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل الحب والفخر. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بكامل الشكر والعرفان للسيد الشيخ حسين الضويمر والسادة القائمين على مؤسسة الضويمر مؤسسات في منطقة المدينة المنورة التي تعتني في مستلزمات الكهربائية من شركة الفنار. أن نكون جزء من هذا النجاح في مؤسسة الضويمر بإضافة منتجات الفنار للمنتجات الموجودة. كلمة للمهندس فتحي عثمان مدير شركة المنارة، فليتفضل مشكورا. خلينا نحن شركة المنارة وعلى رأسها طبعا الشيخ حسين أطال الله في عمره. أحب أقول نحن سعداء طبعا خلال السنين اللي فاتت بالتعامل والتعاون المثمر ما بيننا وما بين مؤسسة الضويمر اللي هي تعتبر من أكبر مؤسسات توريد المواد الكهربائية في المدينة المنورة. طبعا نحن وفريق العمل بشركة المنارة الكهربائية جاهزين للدعم المتواصل في أي وقت وفي أي مكان، كما نتمنى التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله. ونحن جاهزين في أي وقت للدعم المثمر والمتبادل. وألف شكر. ألف شكر. ألف شكر. الكلمة الآن للمهندس حسان الحاج علي مدير فرع شركة بحرة، فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية تحية الحضور جميعا، اسمحوا لي بعد إذنكم إني أنا أول شغلة إني أشكر السادة القائمين على مؤسسة الضويمر ابتداء من الشيخ حسين سلامي وصولا للأخ أبو فارس وأخ أبو عبد الرحمن وجميع القائمين على هذا التنظيم الرائع وهذه الجهود الواضحة في التنظيم
والتنسيق والافتتاح وندعو لكم. مهندس ياسر عبد المجيد شباط مدير فرع شركة كابلات الرياض لإلقاء كلمته فليتفضل مشكورا. باسمي واسم شركة مجموعة كابلات الرياض بتشكر اتشكر الشيخ حسين على الدعوة المباركة اللي شرفنا فيها لحضور في حفل افتتاح المحل، ونسأل الله له التوفيق والنجاح، ونسأل الله دوام الاستمرار العمل معكم بهالظروف اللي مرقت علينا بالفترات الماضية كانت فترة صعبة جدا. الشيخ حسين اللي هو ان اليوم نحن نتمنى لكم صدقا التوفيق والاستمرارية، وطبعا الشكر بنوصل لجماعة لحتى تستمر هالشراكة الطيبة بيننا وبينكم، ونسأل الله رب العالمين ان يجعلكم دائما على طول. المهندس بهاء الشكري مدير مبيعات المملكة في شركة ناسكو، ونشكره على تكبده عناء السفر لحضور حفلنا. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يطيب لنا جميعا أن نهنئ ونبارك معالي الشيخ حسين الدويمر بمناسبة افتتاح الفرع الجديد. نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجعل فيه الخير والبركة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفل الكريم، ضيوف الكرام، شيخنا ووالدنا الشيخ حسين، بالنيابة عن شركة شمسة للتجارة نتقدم بخالص المباركة والتهنئات، وبالنيابة عن إدارة الشركة وكل زملائي أتقدم بالمباركة إلى السادة شركة الدويمر المحترمين بالمدينة المنورة. سعدنا من خلال أكثر من 15 عام أن نقدم خدماتنا ومنتجاتنا من خلال فريق عمل محترم تحت إدارة طيبة، كما وضح في كلمته الطيبة والدنا الشيخ حسين عن سياسته الطيبة في البيع وأهمية تقديم رسالة طيبة من خلال منافذ شركة الدويمر المحترمة. قدمنا منتجاتنا شمسك كهربائي علي باكستاني، الكهربائي عرفان بعمار، يا ربي يسعدك ويحفظك، هو في واحد ما جاء يعني سمعي. الكهربائي جاويد باكستاني، فوق حبيبي. الكهربائي هاشم، أنا هذه مع الخلاص بشرف شر كنسلنا خلاص. الكهربائي حامد فلورينا، الكهربائي رضا، الكهربائي رضا، مهندس أحمد فلورينا، مهندس أحمد، بس مهندس أحمد شركة فلورينا أقول، مهندس أحمد شركة فلورينا. تأمر والله على هلا افطس والله، خليني نشوف مين من الكهربائي مين ما جاء. عبد الرحمن المصري، طب نشوف مين ما جاء. طيب احمد المحاسب، موسى، هذا حق موسى يا شيخ، موسى فيصل عبد المجيد حسين سلام الضويمر، تركي عبد المجيد حسين سلام الضويمر، فين فيصل؟ هذا حق تركي شيخ، هذا حق تركي، هذا حق تركي شيخ. رقيب الحسن، هذا حق رقيب شيخنا اللي في يدك، حق فيصل، هذا خليه يجي خلاص، خلي رقيب، طيب خلاص خلي. نعمان نعيم، عبد الله محمد إبراهيم، هذا رقيب شيخنا، أوه أنت تضحك، يلا مش بدر، هذا بدر شيخنا. الأخ أبو أحمد أورنجي، هذا حق أبو أحمد،
شغلت تغهبط وخصنا من منحة فالحمد لله رب العالمين. ثم نشكر شكرا عطرا كل من حضر حفلنا من الضيوف الأكارم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم خير الثواب على مشاركتهم فرحتنا ونخبرهم أن حضورهم أكمل بهجتنا. حضر الأحبة حفلنا فتزينت أرجاؤنا وتعطرت أنفاس. اللهم عم بالبركة هذا المكان واشمل بالربح هذا المشروع واجعله عونا على طاعتك وسبيلا إلى مزيد عنايتك. ضيوفنا الكرام، تم الكلام وربنا المحمود رب المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. الآن يتفضل شيخنا الكريم حفظه الله ورعاه وبارك في عمره على طاعته بقص شريط الافتتاح بمعية هذه الوجوه المباركة النيرة، جعلها الله فاتحة خير وبركة وتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان الشيخ اللي بارك فيك، الله يحفظك. حط على السلم فوق. ايوه ايوه، جيب تسوزي الناس. تعال محمد مع الشيخ. الشيخ تقول كلمة. بسم الله على بركة الله. بسم الله وعلى بركة الله. والذي يشاء قص الشريط هو أحد أبنائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تفضلوا يا اخوان، تفضلوا يا اخوان، تفضلوا. يلا يا مهندس، يا مصطفى يرحمه، ما تعرف في الصوره بس في الكاميرا، في الكاميرا تعرف في المسن. هيا بسم الله من النص يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا اخوان. بسم الله. Thank you.